حبيبي صباح الخير، ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن تيجي تتغدى معايا النهارده؟ انا هعدي على دينا وراح اجيب شويه حاجات وارجع البيت، متاخرش عليا. مستر امجد موجود؟ موجود في مكتبه يا فندم. انا جهزت لك كل الملفات اللي محتاجه امضه حضرتك عشان ارفعها عندي. اتفضل. تبعتي لي ايميلات كتير وانا مسافر، انا اسف كنت مشغول ما فتحتش ولا واحد فيهم. انا اللي اسفه، كان المفروض اعرف ان حضرتك مشغول وما بعتش اي حاجه. همضيلك عليها وابعتها لك كمان شويه. عن اسف. اتفضل. حبيبي اللي وحشني والدنيا مظلمه من غيره. طب والله لسه سائل عليك دلوقتي. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. وحشني جدا وانت كمان قوي. انا سامع انك عامل شغل جامد قوي في اليومين اللي فاتوا دول. ما انا عندي بلاوي عايز احكيها لك. خلاص خلينا نحضر الاجتماع مع المهندسين وبعدها عندي مشوار صغير اخلصه وارجع لك، واخر النهار نقعد لنا زي ما احنا عايزين. طب يلا بينا. اطلع المعادي يا طارق. امر جنابك. الحمد لله على السلامه يا ست. في شنطه في العربيه ده في الموضوع. حاضر. وقفلي العربيه. حاضر من عينيا. على السلامة بي. راح فين يا فندينا؟ مؤاخذة بلادينا، ازيك يا انسان؟ اهلا بيك. داخل بس حد حاجة للمدام بوسينة. حاجتين اللي هتديها لها دي. أمانة يا بلادينا، معايا أمانة حديها لها ونازل على طول. أمانتي ممنوع الدخول. هو إيه اللي ممنوع يا بلادينا؟ بقول لك معايا أمانة حديها لها، دقيقة وراجع. أمانتي اللي هتديها لها؟ قلنا ممنوع يعني ممنوع. يا جدع افهم، بقول لك معايا أمانة جوزها مديها لها ووصلها لها. هنزل على طول. جوزها جميل، ما جوزها لسه داخل قصادك اها، يبقى ابعتها معاك ميت. جوزها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.